السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنتكلم في الفيديو بتاعنا على نوع الامهات اللي بنقابلها. كل ام بتتعامل ازاي لو في مشكله عند ابنها. اول نوع من انواع الامهات ده، احنا عندنا 3 انواع للامهات. اول ام اللي هي بتبقى مدركه وعارفه مشكله ابنها، يعني هي عارفه المشكله بتاع ابنها وبتبدا تسلك الطرق اللي تحاول تتعامل معاه مع المشكله بتاعه ابنها فيها، سواء كانت المشكله دي صعوبات تعلم، مشكله سلوكيه، مشكله تعليميه، مشكله ادراكيه، على حسب نوع المشكله اللي عند الايه اللي عند الطفل. ده اول نوع، بتبقى مدركه مشكله ابنها وحاطه ايدها عليها وبتبدا تروح للشخص اللي هو هيفيدها في مشكلة ابنها وبتبدأ تتعامل وتحل ايه وتحل المشكلة دي. اول ام، والنوع ده بيريح جدا وبيخلي الدنيا تبقى سهلة وبيخلي العلاج اسرع او حل المشكلة بتاعت الطفل اسرع بكتير. تمام. تاني نوع من الامهات بقى، اللي هو بيبقى عارف مشكلة ابنه بس مأجل. مأجل ازاي؟ ده مثلا الطفل ده متأخر في الكلام، لا بكرة هيتكلم. الطفل ده مثلا مش بيعرف يمسك القلم، لا بكرة هيتعلم، لا ما هو عشان لسه صغير. مأجلة بقى، عمالة تأجل، فالمشكلة بتزيد او مش بتزيد. كل ما بيكبر كل ما بيكون الحل بياخد وقت اطول. لما الحاجة بنبدأها بدري بدري بتخلص بدري بدري، لكن لما بنبدأها ونقعد نمط فيها فبتاخد معايا وقت كبير. ده تاني نوع من انواع الامهات، اللي هي انا عارفة المشكلة بس بأجل او بسوف، او يعني مش عايزة احطها في بالي دلوقتي عشان ما ايه ما تكبرش. لا، هي كده كده المشكلة بتكبر لانها موجودة. يعني لو طفل عنده صعوبات تعلم وانت ما بدأتيش تتعاملي، هي كده كده المشكلة موجودة. تمام. لو طفل متأخر في الكلام وانت عمالة تقولي بكرة هيتكلم، لا ما هو لازم حد يشتغل معاه. تمام. او حتى لو انت هتشتغلي في البيت، يعني سيان، يعني سواء حد بيشتغل او انت بتحاولي حتى تعملي ده مع نفسك في البيت مع الطفل. تمام. دي تاني نوع من الامهات. تالت نوع بقى، اللي هي ولا عارفة ان في مشكلة ولا بتتعامل. تمام. وده يرجع لايه بقى؟ يرجع ان هي شايفه ان ابنها كويس في كل حاجه، كلنا عايزين ولادنا احسن مننا بكتير، بس فكره الرفض، ان هي على طول رافضه ان انا ابني في حاجه، او مثلا حد يقول لها ده الطفل ده مثلا مش بيتكلم، طب ده الطفل ده مش بيبقى فاهم قوي الحاجات اللي بتتقال له، طب ده الطفل ده في المدرسه مثلا بيبقى مش مدرك الحاجات. هي اصلا رافضه ان حد يقول ان ابنها عنده مشكله، فالرفض ده بيأخر اصلا ان هي تبدا. ولو بدات تشتغل مع ابنها بتتعامل بشكل فيه اللي هو ايه، انا رافضه كل الطرق اللي ممكن تخليه كويس. ليه؟ لان هي اصلا مش معترفه ان في مشكله. تمام. دي تالت ام، اللي هي بترفض ان اصلا ابني، او بترفض حتى تسمع لنصيحه ان ابنك عنده مشكله، بترفض حتى تركز مع حد يقول لها ده ابنك فيه كذا وكذا، طب حاولي تتعاملي في حاجه معينه. ده تالت نوع من الامهات. تمام. يبقى في الام اللي عارفه ان ابنها عنده مشكله وبتبدا تتعامل معاها، ودي بتسهل الدنيا على نفسها وعلى ابنها وعلى اللي بيشتغل مع ابنها. تمام. وفي تاني نوع، اللي هي عارفه ان مشكله في ان ابني عنده مشكله بس باجل الحل، لان انا شايفه ان الحل هيجيني كده فجاه، شايفه ان ابني هيتكلم لوحده، شايفه ان ابني هيتعلم لوحده، ان هو كل ما هيكبر كل ما هيكتسب حاجات اكتر فهيفهم اكتر. تمام. ده صح فعلا، بس في انا عندي مشكله لازم اتعامل معاها واعالجها. تمام. تالت نوع من الامهات، اللي هي الام الرافضه، اللي بترفض اصلا ان احنا نقول ان ابنها عنده مشكله، او ان ابنها عايز جلسات بشكل معين، او ان ابنها ممكن حضرتك تتوجه لحد مختص بشكل معين. دي الام اللي هي بترفض اصلا، ودي ممكن يكون برضو جزء كبير منها من واقع الصدمه، ان ما حدش بيحب يصدق ان هو في حاجه وحشه او ابنه في حاجه وحشه. مش حاجه وحشه ان هو عنده مشكله مثلا، يعني حد يقول مثلا ايه، يقول لها مثلا انت الولد ده شكله كده عنده توحد. هي رافضه ان هي تحس بالايه، ان هو ابنها فيه مشكله. تمام. فعشان كده هي بتبقى رافضه اصلا تسمع للجزئيه دي. تمام. ده انواع الامهات. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.